نسبنو قبلو غندير في كاسرول غندير 200 غرام ديال الجلوكوز هو هذا 50 غرام ديال الزبده سبيسيال و 50 غرام ديال السكر سنيده نديرهم فوق البوطه حتى كيغلاو ونساجمو ودوب لنا سنيده وكنزيدو عليها 200 غرام ديال اللوز كونكاسي هي درتها فوق البوطه فوق عافيه مهيله انا درتها دابا دابو العناصر ولكن خصها تغلى باش تدوب ليا سنيده ها هي غلات ودابت السنيده دابا غادي نزيد اللوز كونكاسي نخلط ونتهلا العافيه نخلطو مزيان حتى تنسجم لينا هادشي مع اللوز ونخليوه حتى تبرد لينا نخدمو بالنسبه للوز كراميليزي عدي ربعه اللوز اولا النواطيط اللي بغيتو ديرو انا هنا درت غير اللوز عندنا 75 غرام ديال الماء وعندي 130 غرام ديال السكر سريده غندير هاد الخليط ديال الماء والسكر فوق البوطه حتى يوصل 160 درجه ولا غير نحسو به غلا شويه ونزيدو عليه اللوز ونبقاو نحركو نتوما تبعوا معايا الطريقه كيفاش دايره كناخذو شي حاجه ثقيله وحنا عندي هاد المقله ثقيله غندير فيها السكر بسم الله نزيد غير هاد الماء نخليها حتى تبدا تغلي اولا توصل 116 يا ربي شفتو هيا هنا دابت السنيده هنا باقي تبان لنا السنيده دابت مبقاتش كتبان دارو فقاعات هنا كلهم غادي نزيدو اللوز ان شاء الله دابا السنيده دابت لينا غادي نزيدو هاد اللوز اولا النواطيط اللي عندكم نبقاو نحركو دابا الما تبخر شفتو ودابا السكر غيبدا يتحجر لينا يولي بحال السيده كيف ما كانت في الاول ما نخافوش نبقاو نحركو حتى يذوب عاوتاني ونزولو من فوق البوطه شوف كيفاش كيولي ما تخافوش نبقاو نحركو حتى نرجع عاوتاني السكر يذوب لينا وتغلف لنا اللوز اولا النواطيط اللي درنا ديك الساعات نزولوهم من فوق العافيه هاو السكر بدا كيدوب شفتو شوف انت القاع تاع الماكلات هاو بدا كيدوب ونحركو حتى يذوب كله وتغلف لنا اللوز شفتو هو السكر داب وزال من فوق باش مغلف اللوز دابا غادي نزولو ونديرو فوق سيل بات ولا فوق بابي سلفوريزين بهون ولا فوق الرخام اللي عندكم دهنو بالزيت وحطو فيه وحاولو تفرقو اللوزات مع بعضياتهم باش ميتلاصقوش ليهم
السيليكون ديالي وكناخد من النوكا بلون اللي درت وكنحط في القاع هنا شويه. وغادي ندخل الفران يكون مشعول على 160 درجه من 10 دقائق حتى 14 دقيقه ولا 15 على حسب الفران ديالكم. من فوات بان خدات اللون نزولوها من الفران ديالها. هي ملي طابت خرجتها نخليها دابا حتى تبرد نكملوا الطريقه. يعني كناخذوا داك اللوز كعاميليزي كنديروا جوج حبات في البلاصه هاد الشكل الطويل. درت فيه ثلاثه لاباط كلاصي. انا ما عنديش، غندير واحد البديل ديالها هو غندير 125 غرام ديال الشوكولا غيش و 125 غرام ديال الشوكولا كوفرتيو العادي درت كاله هنا، وتندير معاهم 25 غرام ديال الزيت غادي نذوبهم هما اللي غندير فوق من هاد الحلوه هادي. الشوكولا ديالي هو ذوبتو، دابا غادي ندير ناخد معلقه حتى لجوج ونديرها فوق هاد الكاطو غير تغطى ليا اللوز ونحبس ونخليه بحال هكا. نكمل هاد العمليه، سمحوا لي باش نشرح لكم نعاود. ناخذ جوج معلقات تاع الشوكولا شفتوا غتجيكم بحال هكا. انا نكمل هاد العمليه ونطلق ان شاء الله ملي يبس لينا ونخرجوا الحلوه من المنسي. الكاطو ديالي هو بلي خرج من الثلاجه حتى برد او نزولو. شفتي كيفاش كيجي؟ اللي بغى يخليها بحال هكا يخليها، اللي بغى يدير لها يسيرها بالشوكولا نوار يسيرها. انا غندير لها واحد الحاجه باش نخرج داك اللوز. ناخذ ساتيون في البرونز وغادي ندوزو على هاد لويزات بحال هكا باش كيعطينا هاد المنظر. شتي كيفاش كيبان؟ كيبان غزال. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.